عندها كل تفصيلك، كل شيء بعشوائي. طب على امتى يا فندم هيتم الاعلان عن ان خلاص اتفقنا مع الاهالي وهنبدا تنفيذ؟ ممكن يكون امتى ده؟ هم خلاص بينفذوا. الدكتور رجب والمهندس شنيشة المحافظه بتنفذ، مش مستنيه. هي كان بس قلت رتوش، يعني نحط المحل فين، المدرسه. طب التكلفه الاجماليه يا فندم للمناطق الخطره بتاع النهارده اجتمعتوا مع اهاليها قد ايه؟ صندوق تحيا مصر نص مليار. مليار ونص. استثمارات وتحيا مصر مع بعض. يعني خلال سنتين مثلا يكون خلصنا ولا اقل؟ سنه اقل يعني. في حاجه على شهر